مدينة ميونخ الألمانية، أحييكم أنا سندس أحمد من على شاشة تلفزيون فلسطين لبرنامج المهجرون. مشاهدينا، ضيفي لهذا اليوم رجل تكبل المعاناة وعانى الكثير حتى وصل إلى هذه المدينة، حقق نجاحات كبيرة جعلته رجلا أكثر فعالية وتأثيرا في المجتمع الذي يعيش به. لم يراوده نهائيا أن ينسى حلم العودة وبقي محافظا على عاداته وتقاليده. أحييكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية، وبرحب بضيوفنا من مدينة ميونخ الألمانية، الحاج أبو عمار والحاج أم عمار. أهلا ومرحبا فيكم في برنامج المهجرون. أهلا وسهلا. بداية، دايما بنحب نعرج على موضوع بداية الهجرة، تداعيات الهجرة، إيش السبب للهجرة، وبنحكي بتفاصيلها بألامها بمعاناتها. يعني أكيد الهجرة ما كانت سهلة أبدا. بداية الهجرة كانت أي سنة؟ أول مرة طبعا في 47 أنا ولدت في المحرقة، وهجرونا اليهود وطردوا أهلي من المحرقة على غزة. وفي غزة عشت في غزة لحرب اللي هي 67، احتلوا غزة اليهود ومسكونا احنا الشباب وطردونا، حبسونا في الأول عندهم في بير السبع لمدة 21 يوم، بعدين طردونا على مصر. وفي مصر طبعا ضبطت الامور واخذت فيزا وجيت على المانيا وبدات حياتي من اول وجديد هنا. كانت يعني كانت هجرتين، الاولى داخليه وبعدين صارت خارجيه. لو وصلت هون سنت اي ثلاث هجرات؟ ثلاث هجرات. اي سنه وصلت لالمانيا؟ في سنه السبعين. السبعين، سنه السبعين كنت في المانيا. نعم. اجيت يعني حسب كلامك انه لما طلعت من مصر ما كنت تملك المال ولا اي شيء وجيت كيف اجيت على المانيا؟ اشتغلت شويه وحوشت شويه فلوس وشويه مصاري وقطعت تذكره وجيت على المانيا، لانه بلاد العرب معظمها الشغل ضعيف هناك والاقتصاد ضعيف، وجيت هنا عشان ابني حياتي في المانيا واساعد اهلي اللي في فلسطين. كيف بديت بالمانيا؟ وصلت هون انت بالاساس ايش تخصص دراستك؟ كهربائي. كهربائي، ايش بلشت تشتغل بالمانيا هون؟ ماكينات، ابني الاجهزه الالكترونيه للماكينات. اجهزه الالكترونيه للماكينات، تصليحها؟ نعم. تصليحها؟ لا، جديد. جديد. هاي الماكينه تخلص انا راكب لها اجهزه الالكترونيه. الالكترونيه. اشتغلت شيء اضافي لهيك؟ بجانبها صلحت تلفزيونات وراديات. هذا الكلام في سنة في السبعينات. في السبعينات. أيوه. وبعدين طبعا طورت الأمور إنه صرت أصور برضو. هو بدي أسألك شو علاقتك بالتصوير؟ تصوير الحفلات. أيوه، الحفلات الفلسطينية اللي كانت تيجي في ألمانيا، في ميشن، في فرانكفورت، في هامبورغ، أقوم بتصويرها. أيام هذيك الأيام كان عندنا السيد عبد الله فرنجي، كان هو مسؤول الفلسطينيين في بون، وكنا نشتغل مع بعضنا. وحوشت طبعا شويه مصاري اكثر واكثر بعد شغلي في الشركات الالمانيه، وفتحت المصنع تاعي اللي هو مغسله حاليا هان عندنا موجوده. وطبعا ان شاء الله هذا كله الاقتصاد تاعنا اللي بصير زي بصير عندنا سلام وخير، نرجع على غزه بناخده كله وبنبني ان شاء الله كله في غزه. واذا ما قدرتش انا اوصل هذيك الايام اولادنا، فهمتهم وحملتهم المسؤولية إنهم يرجعوا يأخذوا كلها الثورة ويعملوها الثروة تاعتنا في غزة. أكيد بهالأثناء طبعاً تعرفت على الحاج معمار، يعني أكيد بدنا نسأل معمار. أهلا ومرحبا فيك في برنامج المهجر، وبدنا نسألك كيف تعرفتي عليه؟ أنا تعرفت بطريق الصدفة، كان في حفلة زفاف لصديقتي ووالدتها شاهدتني
وحكت لابو عمار انه في موجوده بنت في برلين. كنتي هون في برلين؟ في برلين. وصارت الصدفه وتزوجت. امتى كنتي طالعه على برلين؟ امتى طلعتي؟ طلعت ال 81. بال 81 هجره مع الاهل يعني؟ ايه هجره مع الاهل. وصلتي هون وتعرفتي عليه ومن برلين وميونخ وصار الزواج. اي نعم. طيب نرجع لابو عمار، تزوجت الحجه وعشتوا هون وكنتوا اول عرب مش فلسطينيين، اول عرب بتعيشوا في هاي المدينه تحديدا، ولحد هاي اللحظه انتوا العرب الوحيدين والفلسطينيين الوحيدين اللي بتعيشوا في هاي المدينه. كيف بلشتوا حياتكم بعد الزواج؟ طبعا زي ما حكيت في ساعدتك يعني؟ طبعا كانت تشتغل ايد وايدها مع بعضنا، فتحنا المصنع ايد وايدها مع بعض وجينا الاولاد وصار يشتغلوا الاولاد معنا في المصنع. ايش؟ المغسله بنغسل فيها للاوتيلات، الفنادق، لشركات الحكومه والرئيس البلد والمسؤول تاع البلد هان اجى زارنا عده مرات وحكى لنا انه انتم عائله مناح كثير، بتحبوا بلدكم واحنا بنحترمكم كثير لانكم حسنتوا وجه البلد هان وبتدفعوا كثير الضرائب اللازمه وعمرتوا وجه البلد ومبسوطين لنا على الاخر. مبسوطين وانتم ما شاء الله العيله كبيره. طبعا كلكم مع بعض عددنا 20 واحد حاليا، هو اولادك وكل العيله واحفاد كلهم موجودين. احفاد 20 واحد، اولادي الكبار تجوزوا وجابوا بنات واولاد وهنا صارت عندنا قريه فلسطينيه بهذا البيت. بهذا البيت. الله يخليكم لبعض ان شاء الله. قريه فلسطينيه هنا موجوده، خارج البيت المانيا. المانيا بس هنا انا فعليا يعني لما دخلنا حسيت انه انا في فلسطين، يعني البيت كل شيء في البيت بحكي انه بالضبط فلسطيني. فلسطيني يعني دخلت شفت الشباب وشفت البنات وشفت الاحفاد، يعني كانوا حتى البنات الصغار لابسين التواب، الحجه لابسه التوب. صح. حتى انتبهت على الحجه بتحكي للشاب عيب عندنا ناس وانت لابس شورت. صح. يعني صح. بتحس انه لسه محافظين على التقاليد وعلى العادات، يعني هذا شيء مهم اسالك فيه. صح. كيف قدرت تسيطر على الاولاد انه يضلهم محافظين على العادات والتقاليد؟ يعني المانيا كبيره ومنفتحه وكل واحد بامكانه. صح صح. في حاله يعني. صح. كيف قدرت؟ هم صغار انولدوا وانا اعلم فيهم دائما هيك الطريق الصح، نشتغل مع بعضنا، نساعد مع بعضنا. خلصوا من المدرسه اشتغلوا معي تان احسن ما تروح تشتغلوا في شركات خارجيه. والولاد دائما احكي معاهم وسمع الكلام تاعي وضبيت العيله كلها عندي، عندنا كاس صندوق واحد اللي بيحتاج اي شيء بياخذ منها الصندوق، الفلوس بده اياها، بيشتري سياره بده اياها، البيت اللي بده اياه، اي شيء بده اياه كله صندوق واحد، يعني انا تعلمت هذا الكلام من ابويا وامي بزمان. كنت يعني كنت تقول لهم وعلمتهم من الحواديت والحكي والقصص. لانه ابويا وامي عودونا واحنا في غزه عشنا مع بعضنا، كنا عيله واحده، كنا برضه 12 واحد، كنا في بيت واحد وبنينا بيت في غزه، كنا مع بعضنا واخذت العادات والتقاليد هذه من اهلي وجبتها هنا معايا على المانيا. وان شاء الله اولادنا يضلهم ورانا يكملوا المرحله. وكنت تحكي لهم للاولاد دائما بحكي لهم عن اهلي كيف عشنا وين ولدنا وايش ابويا كان يشتغل وكيف عشنا مع بعضنا. يعني ضلوا محافظين. ضلوا محافظين على العادات وان شاء الله راح يضلوا محافظين. الحمد لله. كلنا ناكل على طاوله واحده، نشرب مع بعضنا، نشتغل مع بعضنا، بنروح رحلات مع بعضنا. الله يخليكم لبعض ان شاء الله. بدنا نرجع شوي لموضوع زواج الابناء وزيارتك لغزه كانت الاولى عشان يمكن تزوج ابنك. نعم. تزوج ابنك، زوجته بغزه. هاي كانت أول زيارة لك؟ أول زيارة كانت في سنة الخمسة وتسعين. الخمسة وتسعين لما طلعوا اليهود من غزة رحنا زيارة عادية ورحنا اشترينا طبعا هناك لما عجبني الوضع في غزة وحلو وإشي بعد غياب مدة طويلة رحنا أول يوم رأسا على البحر، مشيت على شط البحر كله شفت أراضي فاضية قلت هاي الأراضي عجباني لازم أجي أعمل فيها مصانع هان في غزة زي ما عملت في ألمانيا أنا وقل ثروتنا لهنا في غزة. وبالفعل اشتريت أربع دومات أرض وجعت ثاني مرة في 99 جوزت ابني الكبير برضو من عنا من غزة من عائلتنا وعملنا له عرس كبير ضخم على الآخر يعني لمينا كل أهل البلد كل اللي رايح واللي جاي حسب عاداتنا وتقاليدنا. طب بدي اسال عمار يعني لما رحتي سويتي عرس الشاب هناك يعني ايش السبب؟
كنت يعني ايش يعني ايش بتفكري انك تروحي تسوي بين اهلك وناسك؟ انا يعني عارفه بس حابه انه المشاهد يحس انه يعني الواحد مهما بعد ومهما عمل ومهما سوى ثروه ومهما هاي بده يفرح مع اهله ومع ناسه وهيك. كيف كان شعورك انت؟ انا كان شعوري لا يوصف لما شفت فلسطين بصراحه. كان بعد غياب طويل. غياب طويل واول مره ازورها. قبلها وين كنتي؟ قبل برلين؟ بالبرلين كنت بلبنان ساكنه. بلبنان ايه يعني كنت يعني طالعه اوريدي من قبل. يعني حسيتي شعور حلو انت؟ كثير. قلت هاي بلاد الحياه. وتعرفتي على اهله وكلهم عن قرب؟ طبعا مش بتعرفي عليهم يعني. وانبسطتوا كثير؟ انبسطنا كثير على الاخر. الصبيه اخذتوها من غزه؟ من غزه. وجبتوها بعدين؟ جبناها معانا. بعد هيك بعد ما اشتريت الارض وبدات تحلم احلام جميله انك بدك تعمل وتقيم، يعني مجرد التفكير انه انت بدك تعمل شيء هذا بحد ذاته شيء عظيم، يعني لانه بعض الناس بتطلع ما خلص بتبطل تفكر، لكن هون فكر وشرى وبدا بده يشتغل يعني. بس الظروف ما زبطت، اضطريت انك ترجع. الظروف الحاليه واللي صارت في غزه منعتنا نرجع مرة ثانية على غزة ونكمل ونفتح هناك بسبب الحرب، بسبب اللي صار الوضع الحالي يعني. بعد هيك رجعت مرة ثانية في 2003. في 2003. بال 2003 ايش عملت؟ رحت اشتريت هناك شقتين، يعني منزلين على البحر نعملهم على اساس مكاتب سياحية، وما صارش نصيب طبعا لانه نكمل الرحلة تاعتنا هناك بسبب الاوضاع اللي كانت في غزة. يعني وضل يعني رجعت بس اشتريت انه بدك تعمل شركه سياحيه، لكن ما ضبط الموضوع ورجعت. الموضوع بسبب الاوضاع الحاليه طبعا. بالنسبه ل نحكي عن العيله شوي، بدنا نرجع نحكي عن العيله وابنائك وزوجاتهم وولد من الاولاد متزوج اجنبيه. نعم. المانيه. لا من اوروبا، من بولندا. من بولندا. خشي معاكم في الجو طبعاً. الفلسطيني بتحب عاداتكم تقاليدكم. يعني انا سمعتها بتقول انا فلسطينيه مش اوروبيه. بالضبط، هي بتقول انا من فلسطين وحابه يوم من الايام اذا بصير سلام نرجع غزه نعملها عرس جديد هناك. يعني معاكم في الوضع في الشعور في كل التفاصيل. تطبخ الطبخ الفلسطيني، تلبس التراث الفلسطيني، كل الطبخات العربيه، وبتتكلم عربي. وبتتكلم عربي طبعا. حلو انكم محافظين على العادات والتقاليد ودخلتوها ايضا على زوجة ابنكم. اللي يسالها من وين انت بتقول لهم انا من فلسطين، من غزه. من فلسطين، من غزه. ماشي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لنكمل ما تبقى من مسيره ابو عمار، ابقوا معنا. عدنا إليكم مجدداً مشاهدينا لنستكمل الحوار مع أبو عمار. نعود قليلاً، يعني تحدثنا عن الأبناء، عن الحياة العائلية، بدنا نحكي شوي عن الأحفاد، يعني الجيل الثالث. يعني في جيل ثاني وفي جيل ثالث طبعاً. عندك أولادك الجيل الثاني وهون الجيل الثالث، الأحفاد اللي هم عم برضو أولادك يعني. نعم. عم بدرسوا بمدارس أجنبية ألمانية طبعاً. الاختلاط كله مع ألمانيين يعني، بس أنتوا العيلة الوحيدة العربية هون طبعاً. كيف عم بيقدروا يحكوا عربي؟ كيف عم بتساعدوهم؟ طبعاً أكيد مساعدة كبيرة من الحجة برضو بده يكون. كيف عم بتساعدهم؟ في البيت بنحكيش معهم إلا غير عربي طبعاً، وبنعلمهم العربي كمان أكتر، العادات والتقاليد بتاعتنا. وبعدين دائماً بحكي لهم قصص الماضي، إيش صار معنا في أيام زمان، إيش في المحرقة في غزة، كيف تمت الهجرة من المحرقة لغزة لألمانيا. دائما بحكي لهم القصص هذه،
وبعدين بنعلمهم التاريخ والحضاره تاعتنا العربيه والصوم الصلاه كمان الصلايا والصوم والاكل والعادات والشرب ناخذهم كمان على الجامع كمان هو شو يعني بيكون عليكي دور تجاههم؟ انا كثير اتحمل مسؤوليتهم لانه ما عشان ما يطلعوا الابناء الى الاحفاد يعني كمان مش حابه انهم يطلعوا عن عاداتكم وتقاليد لا ايش بتعملي؟ بتوديهم على الجامع ويقرأ القرآن بتحسي انهم على طول بيستوعبوا وبيستقبلوا؟ طبعا استوعب. بما انكم عاملين قريه صغيره هون عائليه يعني انا عندي هاي بنت الصغيره هاي رانيا تحكي لي ماما وطي صوتك شوي وكان اولاد صغار يعيطوا خلي فرح توطي صوتها شوي ده ليه؟ الماما انا بدي اصلي يا حبيبتي يعني بيصلوا وبيقرأوا قرآن يعني حلو كتير وخصوصا انهم بقول لك يعني العرب الوحيدين في فيش اختلاط مع عوائل تانية عربية لا يعني نادرة في قليل في بس قليل يعني في شهر مرة بالزبط. يعني نزور بعض نزور وبيروحوا الاولاد على المدرسة وبيحكوا الماني وبرجعوا هون يحكوا عربي ابهاتهم يعني محافظين على هذا الاشي يعني طبعاً. مبسوطين انه هم عم باخذوا عاداتهم وتقاليد والاكل وكل اشي كل اشي اكل وشرب حتى لما كانوا بالحضانة بيروحوا يقولوا احنا ما بناكل خنزير لحم الخنزير لا احنا مسلم حلو هي كل شيء بيعتمد على الاهل بيعتمد على الناس الكبيره القريبه من الاطفال كيف بيربوهم وكيف يخلوهم يحافظوا على العادات والتقاليد وان شاء الله يضلهم محافظين وما ينسوش بلادهم بالضبط يعني اكيد طبعا بالنسبه لبدايه وجودك هون يعني نرجع لك شوي بدايه وجودك هون اكيد لقيت صعوبه بالانخراط بالمجتمع الالماني يعني كونك عربي ولا على طول تاقلمت ولا لانك بدك تتاقلم بدك تنجح بدك تعمل إشي فحسيت انه سهل الموضوع مزبوط انا حاولت اني اتاقلم معهم ونجحت في الموضوع 100% مصر كنت انك تنجح مصر عشان هنا بلدنا الثانيه حاليا ويوم ترجع بلادنا نرجع عليها بس تأقلمت مع الألمان 100% يعني عاداتهم وتقاليدهم ونوع وكيف الشغل ونوع الشغل والنظافة في الشغل والعمل وعشان هيك نجحت في حياتي وقدرت أعمل كل هذا الشيء بس عاداتهم وتقاليدهم يعني يمكن حسب ما فهمت منك خلف السور تبعك القرية هاي بالضبط بالضبط داخل قريتك ما في أنا بحكي بالنسبة لعاداتهم اللي هو الجد والعمل والنظام والمواعيد بالضبط 100% هاي عاداتهم والنظافه في الشغل هاي بتدخلها على القريه مش مشكله صح يعني ايش عند الالمان حاجه حلوه بدخلها على البيت بالضبط ايش عاداتهم المنيحه بنجيبها لعنا على البيت هان بالاضافه لعاداتنا المنيحه الحمد لله حلم العوده رغم الاستقرار المادي لحضرتك يعني انتم مستقرين هون عائليا وماديا واموركم تمام ومفيش اي مشاكل يعني بالعكس حتى انه هون البلده كثير مبسوطين بوجودكم يعني كثير في تفاصيل يعني سمعتها منكم انهم مبسوطين بوجودكم عمرنا البلد بالضبط لكن حلم العوده هذا شيء ضروري طبعا هذا يعني بالنسبه لي انا اكثر واحد لانه انخلعنا من بلادنا خلع لهنا جينا فكلنا بنحلم في حلم العودة طبعا وهذا الشيء بعلمه لأولادنا لما يصير مظاهرات في منشين لفلسطين باخذ كل أولاد مشان يعرفوا احنا ليش رايحين على المظاهرة مشان نرجع لبلادنا مشان الألمان يعرفوا انه احنا بنحب بلادنا يعني فبتعلمهم انه لازم نشارك في المظاهرة ولازم نروح صح وحق العودة لازم نرجع يعني حلم العودة موجود يعني بالضبط مشان يعرفوا احنا الفلسطين عايشين في اوروبا لازم هذا انه عندنا عاداتنا وتقاليدنا ومش رح ننساها ويوم من الايام لازم نرجع على بلادنا ان شاء الله لازم نرجع ايش بتقول لبرنامج المهجرون؟ نتمنى لهم التوفيق وبنحب دائما ان شاء الله ترجع مرتين تزورونا عشان نشرح لكم اكثر. في شيء كمان ما شرحته؟ كل حاجه تقريبا بس نتمنى لكم كل شيء وشكرا لزيارتكم النا وهنا نعتبر انه هنا سفاره فلسطين الثانيه. شكرا جزيلا لوجودكم معنا، شكرا لكم. مشاهدينا الكرام يبقى الفلسطيني محمل باوجاعه اينما ذهب، تقبلوا تحياتي انا سندس احمد وفريق العمل من ميونخ الالمانيه، دمتم في امان الله.
السلام عليكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصص مقدسية. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن قصص مدينة القدس، الإنسان والحجر، التاريخ والثقافة، ولكن أيضا سوف نتحدث عن أولئك البسطاء الذين يعيشون في مدينة القدس، أولئك الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة. سوف نتحدث أيضا حول المؤسسات المقدسية التي تحاول وتجتهد ما استطاعت في خدمة المقدسيين. في هذه الحلقة سوف نتحدث أيضا عن مخيم شعفاط الذي يتم استخدام واستغلال الحاجز العسكري على مدخله في محاولة لإسقاط الشبان والشابات على ذاك الحاجز من قبل المخابرات الإسرائيلية، ولكن هيهات هيهات كما يقول أهالي المخيم، فإن العديد من المحاولات للحديث مع الشبان ولما يسمى بالمبادرات الشبابية في محاولة أيضا لاستنقاذ ما يمكن استنقاذه، ولكن أيضا نشر الوعي بين الشبان والشابات. أما حول المرأة الفلسطينية فسوف نتحدث مع سلوى هديب، هذه المرأة التي قبرت في المقابر في عام 84 عندما تم تعذيبها في معتقل المسكوبية، هي الآن وكيلة وزارة شؤون القدس. سوف نتحدث معها أيضا حول هذه الوزارة، وهنالك العديد من الفقرات الأخرى التي نحاول فيها لملمة القصص المقدسية. من أراد أن يرى تاريخاً فعليه أن يزور مدينة القدس، أراد أن يرى التاريخ اليابوسي، الكنعاني، أراد أن يرى التاريخ الفرعوني، البيزنطي، اليهودي، التاريخ الإسلامي، التاريخ المسيحي، بلا شك هذه المدينة التي فيها كل التاريخ. هنالك تفاصيل صغيرة سوف نتحدث عنها في هذه الفقرة التي بلا شك هي تجمع بين الماضي والحاضر. نتوقف الآن مع الفقرة التاريخية. الواقع الحديث عن حارة المغاربة يثير الحسرة، يثير الشجون، ويثير العاطفة، وأيضا يحس الإنسان بالقهر. لماذا؟ لأن التغيير الذي حصل في حارة المغرب تغيير قهري قصري. هذه حارة تاريخية تعود في جذورها إلى تأسيس حارات القدس، يمكن أن نتلمس نشاطها واتساعها وبلوغ ذروتها في العصر الأيوبي من نشاط الملك الأفضل علي بن صلاح الدين، حيث أوقف هذا القسم الذي يقع إلى الغرب من المسجد الأقصى المبارك على طائفة المغاربة من المغرب ومن الجزائر ومن تونس كما تعرف اليوم بمفاهيمها السياسية المختلفة، لكن سابقاً المغاربة تعني شمال إفريقيا في ذلك الوقت، وكانت وقف إسلامي وبها مجموعة من المساجد ومجموعة من العمائر، وارتبط بها السكان، ووقف أبو مدين الغوث وزاوية المغاربة والمدرسة الأفضلية وغيرها من الآثار المعمارية الدارسة. حينما يتذكر هذا التاريخ ويربط ما يجد اليوم يجد أن هذه المنطقة قد تم إزالتها مباشرة كما يعلم الجميع بعد عام 1967 في يومين أو ثلاث أيام، عملت البلدوزرات دون أي اعتبار للتراث المعماري، دون أي اعتبار لحقوق الناس القائمة، دون أي اعتبار للحقوق التي تترتب على القائمين في تلك المنطقة، جرفتها لتقوم بعمل ساحة وإخلاء ساحة تعرف اليوم بساحة البرق أو ساحة حائط المبكى، ولخلق واقع جديد في مدينة القدس يلغي هويتها العربية الإسلامية ويلغي تطورها وتراثها المعماري التاريخي الذي كان بتطور طبيعي، ويلغي فترة زمنية من تاريخها ويسلخها. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية كانت بعد عامين حينما تم أيضا تدمير
مجمع معماري أيضا ما يعرف بزاوية أبو سعود، والمسلسل مستمر في الترميم. نحن نشهد اليوم بناء عدة أبنية وثم هدمها، مما يطلق عليه مسميات إسرائيلية لإسقاطها على المنطقة، مثل بيت شتراوس أو بيت هليفا، وكلها على أثار عربية إسلامية قائمة على أثار أيضا لها علاقة بالتراث العربي الإسلامي. وهناك مشاريع أخرى مبيتة لهذه المنطقة معروضة على مكتب رئيس الوزراء في إسرائيل، توسيع حائط البراق عمله على مستويين كبيرين. فالواقع أن حارة المغاربة أصبحت مع الأسف الشديد أثرا بعد عين. الواقع أربع حارات في القدس، أو هذا أسطورة كبيرة جدا. القدس بتكوينها المعماري انتهت إلى بشكل زائف إلى أربع حارات، لكن في السابق الواقع مجيد الدين عدد لنا ما يقرب من حوالي 27 حارة، كان منها حارة المغاربة كحارة رئيسية أساسية. هناك حارات تكبر وتصغر مثل حارة الشرف أو الذي فيها الحي اليهودي كان أو فيها التجمع اليهودي. هناك مجموعة من الحارات الأخرى سواء حارة باب الناظر أو حارة الزرعنة أو حارات أخرى في المنطقة. حارة المغاربة تعتبر من أشهر الحارات في القدس لملاصقتها للمسجد الأقصى المبارك، ولوجود جالية إفريقية من شمال إفريقيا من تونس والجزائر والمغرب نشطة جدا، وبقيت نشطة إلى فترة قريبة. الحارة هي نبط من أجزاء مدينة القدس التي تشكل تاريخها المعماري بذكرياتها التي كانت موجودة، بأثارها، بعمارتها، بتاريخها، بالارتباط الذي كان بين المغاربة في شمال إفريقيا والأراضي المقدسة والمسجد الأقصى المبارك. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن مخيم شعفاط الذي يتم استخدام واستغلال الحاجز العسكري على مدخله في محاولة لإسقاط الشبان والشابات على ذاك الحاجز من قبل المخابرات الإسرائيلية. ولكن هيهات هيهات كما يقول أهالي المخيم، فإن العديد من المحاولات للحديث مع الشبان ولما يسمى بالمبادرات الشبابية في محاولة أيضا لاستنقاف ما يمكن استنقاذه، ولكن أيضا نشر الوعي بين الشبان والشابات. الحديث عن مدينة القدس بلا شك يستوجب الحديث أيضا عن اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات المحيطة بمدينة القدس. ولكن مخيم شعفاط المشكلة فيه مركبة. ابتداء هو أقرب المخيمات الفلسطينية، مخيمات اللاجئين، إلى مدينة القدس. هو خارج ذاك الجدار الذي تم بناؤه لحصار مدينة القدس، هو ليس تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية من الناحية الأمنية، وبالتالي يتم استغلال هذا المخيم لعدة أغراض من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ولكن من جانب آخر هذا المخيم يعاني أيضا من مشاكل تتعلق في المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. ولكن لابد الحديث عن استغلال المخابرات الإسرائيلية، الشباك الإسرائيلي، للحاجز العسكري الموجود عند مدخل مخيم شعفاط. كل فلسطيني يريد أن يغادر مخيم شعفاط للذهاب إلى العمل أو زيارة الأصدقاء أو الذهاب إلى أي مكان عليه أن يمر بذاك الحاجز العسكري. معنا للحديث حول هذه القضية عادل أبو زنيد، هو عضو إقليم حركة فتح في مدينة القدس وهو أيضا ناشط من نشطاء مخيم شعفاط. معنا أيضا إلهام مسودة وهي قائمة بأعمال المركز النسوي في مخيم شعفاط. أستاذ عادل، أنا أريد أن أعرف منك في البداية ما هي هذه المشكلة الأمنية في مخيم شعفاط، تحديدا الحديث عن الحاجز العسكري. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نترحم على شهداء القدس، شهداء فلسطين، وندعو الشفاء العاجل لجرحانا والفرج القريب لأسرانا، أسرى انتفاضة القدس. بداية نتحدث عن هذا الحاجز الإسرائيلي الموجود على معبر أو مدخل مخيم شعفاط.
حيث يتواجد في هذا المدخل سرداب طويل، يوجد هناك غرف للأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحت الأرض، وهذه الغرف عندما يمر أي شخص أو أي طفل أو أي شاب الذي يتعدى الحاجز يتم استدعائه إلى هذه الغرف. طبعا مش كل إنسان اللي هم المخابرات الإسرائيلية حابين يعرفوه أو يتناولوه أو يحكوا معه. وهناك يتم استغلال الأطفال وخاصة دون سن 16 عام، يتم استقطابهم وعملية ابتزازهم وعملية التعاون أو التخابر مع أجهزة العدو الإسرائيلي عبر دراسة ممنهجة من قبل المخابرات الإسرائيلية. طب الهام على مستوى الأطفال، يعني عندما يتم استقطابهم استغلالهم إسقاطهم في هذه السراديب التي يتحدث عنها عادل، هل بتوجهوا لكم في المركز؟ هل بيحاولوا يبحثوا عن حلول؟ شو يعني ما الذي يحدث معهم؟ هلا انا بصفتي انه قعدت 3 سنين اشتغل كاخصائيه اجتماعيه بالمركز النسوي، احنا بيجي عندنا كثير حالات لاطفال. هلا صعب الطفل يحكي اذا اندعى انه يشتغل مع الاسرائيليين، خاصه انه احنا مجتمعنا منغلق وبخافوا الاهالي بخافوا، والمخيم مش كثير الناس عندهم امان، يعني طول الوقت في تخوفات كثيره. فيمكن توجهاتهم تبقى توجهات انه مثلا اللي بيصير عليهم اعتداء من اليهود مثلا، هم طالع الحاجز وهو داخل، حدا مثلا اتاخذت اغراضه، حدا مثلا بده توجه نفسي اجتماعي. اكثر الناس اللي تعاملنا معهم طبعا اشتغلنا معهم مع كثير مؤسسات، ان كان عن طريق اطباء بلا حدود، عن طريق المقدسي، عن طريق كثير مؤسسات ممكن تشتغل على الجانب التوعوي والجانب القانوني لحماية هدول الأطفال. اشتغلنا على جوانب توعية من خلال المركز، من خلال ورشات عمل أو دورات اجتماعية، نوعي الأهل ونوعي الطفل كيف ممكن إنه هو يدير باله على حاله، كيف ممكن إنه إيش هي حقوقه.